حياكم الله مشاهدينا الكرام، رافدين في صدى أقلام جديد نبرز ونرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف، ونبدأ بأهم العناوين. في العربي الجديد، التحقيقات تشير إلى تورط جهة خارجية بحادثة اللغم البحري في السفينة العراقية. وفي عربي 21، العراق الطائرات التي تدخل أجواءنا مراقبة ولا نستبعد خروقات. أما في صحيفة الزمان، كردستان تحجب مبالغ أكثر من 10,000 موظف يتقاضى راتبين. في المدى نطالع، ملف الصناعة نحو 67,000 مشروع متوقف و200 مصنع حكومي عاطل. عنوانة القدس العربي، السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية. وفي الشرق الأوسط، ولي العهد السعودي، القمة الخليجية ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف. ونقرأ في الجارديان، وصول بايدن يحسن علاقة تركيا بالسعودية والإمارات. نشر موقع ميدل ستاي في العراق تقريرا لمراسلته سؤدد الصالحي، ذكرت فيه أن قتل قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد قلب الاستراتيجية الإيرانية في العراق. وقالت إن خليفته إسماعيل قاآني، بحسب عدد من المسؤولين في الميليشيات التي تدعمها إيران، لم يبدي الرغبة بالتعرف عليهم وبناء علاقات كما فعل سلفه، وكانت زيارته القليلة مجرد توصيل رسائل أو نقل أوامر للجماعة الموالية لإيران بحسب قول المراسلة، وهو ما أدى إلى صدمة وليس فقط خيبة أمل. قادة الميليشيات شعروا بالخيبة من الرجل الذي حل محل قاسم سليماني، هو تقليل من الموقف، فقد صدموا. وكان سليماني يعرف القادة واحداً بعد الآخر، بل ومن يعملون تحت إمرتهم، ووثق العلاقة معهم عبر عدة عقود. لكن زعيم فيلق القدس الجديد ليست لديه هذه المزايا، فقد قضى معظم وقته في أفغانستان. أما العراق ساحة جديدة عليه، وهو لا يتقن العربية مثل سلفه سليماني. وفوق كل هذا أيضاً، لم يبذل الزعيم الجديد أي جهد لإذابة الجليد مع شركائه الجدد، وكانت زياراته إلى العراق رسمية، ولم يخصص وقتاً لمعرفة القادة العراقيين. فقآني لا يعرف شخصيات مثل عمار الحكيم، ويعرف شقيقه محسن فقط. وأصبحت المقارنة بين الثقة بسليماني ورسمية قآني حديث المسؤولين في العراق. وفي الوقت الذي كان يصل فيه سليماني إلى العراق بطريقة مفاجئة، يقدم قآني طلب تأشيرة قبل وصوله بأسابيع. وقال مستشار لرئيس الوزراء العراقي، لم يكن سليماني يعترف بوجود باب، بل وكان يقفز من النافذة. أما قآني فيحب الدخول من الباب وعندما يسمح له. وبحسب الصحيفة، وفي غياب سليماني باتت جماعات كعصائب الحق خارج السيطرة وتتجاهل تعليمات قآني. في الوقت نفسه تتعامل إيران، التي تعاني عقوبات اقتصادية صعبة، تعاني بعصبية مع الأزمة المالية في العراق وتراجع أسعار النفط وأثار كوفيد-19. وقد أجبر هذان التطوران طهران على مراجعة سياساتها الإقليمية، ولا سيما في العراق، حسب ما يقول مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون في العراق. لكي يحوز الحزب على التوصيف القانوني والحصول على إجازة التأسيس، يلزم أن تتوافر فيه شروط قانونية عدة. من بين أحكام المادة، وقد بينت أحكام المادة 8 من قانون الأحزاب رقم 30 لسنة 2015، ومن تلك الشروط ألا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية، ولا يجوز له الارتباط بأي قوة مسلحة، وهذا لا ينطبق بتاتا مع الأحزاب الحاكمة في العراق. هذا ما جاء في مقال الكاتب هادي عزيز علي في صحيفة المدى.
ولكن الحزب قد يحصل على الإجازة لممارسة نشاطه السياسي ولم يكن له فعلاً أي نشاط مسلح وليس لديه أسلحة أو معدات عسكرية، وإن منح الإجازة قد صدرت وفقاً للأصول التي رسمها القانون. ولكن بعد حين ومع الإطمئنان على وضعه القانوني بادر هذا الحزب إلى تملك الأسلحة النارية والحربية والمفرقعات والمتفجرات، وتمكن من حيازتها خلافاً لأحكام القانون، وتمكن من تخزينها في مقره الرئيس أو في مقرات فروعه أو أي مكان آخر خلافاً للقانون، وأنشأ تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية وزودها بالتدريب والمهارات المطلوبة، وأصبحت أداة فاعلة في فرض إرادة الحزب على الغير. بعد حين لحق علم دائرة الأحزاب هذا النشاط للحزب المذكور وتم الوقوف على طبيعة وضعه المسلح، فتلزم هذه الحالة تحريك الشكوى والدعاوى وفقاً للآلية المذكورة أعلاه. إن موضوع الأذرع المسلحة للأحزاب والتنظيمات السياسية أو حيازتها بعد التأسيس يحتاج إلى آليات ناجعة للتحري والتقصي والوقوف على واقع الحال للأحزاب التي تمتلكها من خلال جهاز حرفي يتمكن من الحصول على المعلومة بشكل ميسور بغية إيصالها إلى دائرة الأحزاب لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية، ولكن العوز التشريعي ووهن أجهزة المفوضية أمام الأذرع المسلحة يجعل الوصول إلى المعلومات عسيراً إن لم يكن مستحيلاً. هذا الوضع القانوني ومن دون مواربة يضع المفوضية العليا للانتخابات في دائرة الأحزاب أمام اختبار لإثبات استقلاليتها ونزاهتها ببغية الوصول بالأحزاب والمرشحين الآخرين إلى صناديق الاقتراع وهم منزوعو الأذرع المسلحة. يشترك العراقيون جميعاً في التذمر من مراجعة الدوائر الرسمية لإنجاز معاملة معينة، ومن النوادر أن تجد من يمدح دائرة ما، ويحق للناس التذمر، فإنجاز معاملة هم ما بعده هم، والبعض يصف الإقبال على دوائرنا وكأنه يتجه إلى نار جهنم، وحتى إنهم قبل مراجعة أي دائرة يفكرون بالواسطة والبحث عن ذوي النفوذ المؤثرين الذين بمقدورهم المساعدة للخلاص من هذه المشكلة. مقال الكاتب جليل وادي في صحيفة الزمان. بالتأكيد ليس بالضرورة أن يكون تعامل الموظفين مع المراجعين غير لائق، بل هناك الكثير من الذين يتمتعون بخلق رفيع ويتعاملون مع الناس بمنتهى اللطف. بالمقابل يوجد بقدرهم من الذين لا تعني الوظيفة لهم خدمة الناس وإنما مكان يمر به الشهر، لذا تراه يقضي جل وقته بالتافه من الأمور ويتغافل عن أداء خدمة عامة يتقاضى عليها أجراً. مشكلة الروتين في دوائرنا مرض مزمن تعانيه، ولم ينفع معها تبدل الأنظمة السياسية ولا ثورة الاتصالات، فالحال كما هو منذ أبصرنا الحياة في هذه البلاد إلى أن شابت مفارقنا، ما يؤكد عجزنا عن ابتكار أساليب عملية من شأنها اختصار الإجراءات، ولم نتمكن من توظيف التكنولوجيا في أعمالنا الإدارية، وبمعنى آخر يعوزنا الفكر العملي، وهذا ما تفوق به الآخرون علينا، ذلك أن الذين تسند لهم إدارة هذه المؤسسات تعوزهم القدرة على الإبداع في اختصاصاتهم، لذا تراهم يستسلمون إلى الأساليب التقليدية التي سار عليها الذين من قبلهم، وفي كل ذلك يدفع المواطنون أثماناً باهظة معنوياً ومادياً. ومع أن جميع دوائرنا الرئيسة لديها مواقع على شبكات الإنترنت ومنها من أطلقت لها مواقع إضافية على شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما فيسبوك، ولكن أغلب تلك المواقع ظلت منصات إعلامية لنشاطات تلك الدائرة والترويج لمسؤوليها من دون أن تستثمر في خدمة المواطنين. شهد عام 2020 تسارعاً في تطبيع العلاقات الرسمية بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية، إذ ابتدأت حفلات التطبيع بشكل متسارع في شهر أيلول سبتمبر واستمرت حتى شهر ديسمبر كانون الأول، وكان لإدارة الرئيس دونالد ترامب دور كبير في إنجاح صفقات هذا التطبيع مع تلك الدول،
وقد توالت التصريحات الأمريكية الرسمية التي تشجع الدول العربية على انضمام لقطار التطبيع عن تطبيع الأحزاب الحاكمة في العراق سرا مع الكيان الصهيوني. إذن كتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي. تصريحات خطيرة في هذا المضمار أطلقت منذ حوالي شهرين، ففي 31 من أكتوبر تشرين الأول 2020 سربت مؤسسة جافاج للاستخبارات خبراً مفاده أن عدداً من كبار المسؤولين العراقيين زاروا تل أبيب سراً وانخرطوا في محادثات سلام مع نظرائهم الإسرائيليين. كما أفادت تسريبات من الخارجية الإسرائيلية بأن الوفد العراقي ضم مسؤولاً كبيراً من مكتب رئيس الوزراء العراقي، وأن اللقاءات تمت تحت إشراف ومباركة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط. وقد وصفت بعض الجهات الإعلامية الأمر على أنه صفحة من صفحات القرن التي يعمل عليها كوشنر. تصريحات بعض السياسيين العراقيين حول موضوع التطبيع مع إسرائيل كانت صادمة للجمهور العراقي، وفي مقدمة هذه التصريحات ما أدلى به نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء العارجي الذي كان أحد وجوه التيار الصدري البارزة قبل أن يبتعد عنهم، فقد صرح في لقاء تلفزيوني في 15 من أكتوبر الماضي في معرض رده على سؤال حول إمكانية عقد اتفاقية سلام بين العراق وإسرائيل بالقول: من الضروري أن نعترف بأن العراق مهيئ جداً لتطبيع علاقاته مع إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، وقد يصدر القرار بهذا الشأن من النجف لا من بغداد. ولكن تجدر الإشارة إلى أن تسويق التطبيع والتبشير بعلاقات رسمية مع هذا الكيان الغاصب لم يعد أمراً مخفاً، وكما كان بالنسبة لجيل أكبر سناً من العراقيين، بل أصبحنا نسمع ونقرأ اليوم خلطاً مخيفاً بين يهود العراق وإسرائيل أو الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية عموماً. قد انسحب ذلك ليخلق موقفا سيئا من الفلسطينيين عموما ومن الجالية الفلسطينية من اللاجئين في العراق، إذ شيطنوا من هذه الأحزاب الحاكمة من بعد عام 2003. حملت السنوات التسع الماضية ما يكفي من دلالات للسوريين على أن التدخل الدولي المنشود لإنهاء الصراع في سوريا ليس من ضمن خيارات جميع الأطراف المعنية بالملف السوري، لما فيها التي تحولت من داعم لأحد أطراف الصراع طرفي الصراع المعارضة والنظام إلى شركاء ومستثمرين في الصراع، وزاد من احتمالية ترك سوريا خارج القرار الدولي الفعلي لوقف المأساة تشتت الطرفين المحليين وانقسامهما إلى عدد يتوالد مع طول أمد الصراع. عن إذن التدخل الإيراني في سوريا كتبت سميرة المسالمة في صحيفة العربي الجديد. تراهن إيران أيضاً على موقف الحكومات الأوروبية الغارقة في مشكلتها الاقتصادية وضغوط الشعبوية عليها الرافضة للاجئين وتداعيات جائحة كورونا، وتعرف حقيقة موقفها من القرارات الأمريكية الترامبية وعقوباتها على إيران. وقد دفعت الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق أثماناً باهظة لتلك العقوبات واضطرارها للانسحاب من الاستثمارات الكبيرة في إيران أو معها، بل ترى أوروبا أن الانسحاب الأمريكي كان متنفساً لإيران للمضي في تطوير منظومتها النووية والصاروخية، وهي ترى في العودة إلى اتفاق 2015 الباب الوحيد الذي يمكن من خلاله فتح المفاوضات لتهذيب السلوك الإيراني وضغط طموحاته النووية وتعليبها في إطار الاتفاق القابل للتطوير. وبذلك ترى إيران بقاء لا حل في سوريا، أي بقاء الوضع على حاله في سوريا، هو الحل الحقيقي الذي يمكنه لاحقاً صناعة أقل من تسوية وأكثر من اتفاق وتوافق تضمن به وجودها الفاعل والمؤثر في سوريا وجوارها بلبنان، وهو ما عملت عليه منذ بدء التفويض الأمريكي لروسيا بالملف السوري واتفاق وزيري خارجية البلدين جون كيري وسيرجي لافروف في سبتمبر أيلول من عام 2016. سيكون عدم الحل في سوريا سيد الموقف إذا كان تفاؤل إيران بديمقراطي البيت الأبيض بايدن في مكانه،
بحيث تبسط إيران سيطرتها كلها على واقع سوريا وتطوق مصالح روسيا داخل قواعدها واتفاقاتها الاقتصادية، وتمضي بالنظام السوري على رأس بشار الأسد إلى ما هو أقل من إصلاح. خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في الثاني من شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، خرج بمصطلح الانفصالية الإسلامية، متحدثا أن الضواحي ذات الكثافة المسلمة تشهد نزعة انفصال في فرنسا. ثم طلب ماكرون لاحقا من ممثلي المؤسسات المسلمة في فرنسا عندما استدعاهم في 18 من شهر كانون الثاني نوفمبر وضع ميثاق القيم الجمهورية والتوقيع عليها خلال أيام معدودة. واشترط ماكرون إدراج مضامين محددة في هذا الميثاق، منها أن الإسلام دين لا حركة سياسية. إذن بشأن استهداف المسلمين في فرنسا، كتب حسام شاكر. بمنظور آخر، يطلب ماكرون من مسلمي فرنسا دون سائر المواطنين إعلان ولاء خاص للجمهورية من خلال اللجوء إلى وضع ميثاق جديد، وكأن المواثيق العامة والنصوص السابقة لا تكفي أو أنها لا تشملهم كغيرهم من المواطنين، ومنها ميثاق العلمانية المعلق منذ سنوات في كل فصل مدرسي. تأتي الإملاءات الرسمية متزامنة مع وضع مسلمي فرنسا ومساجدهم ومؤسساتهم تحت المجهر السياسي والفحص الثقافي، مع إعلانات متلاحقة عن إغلاق العشرات منها. لا تتعقب الحملة على الانفصالية في المساجد فقط، فهي تطارد منظمات المجتمع المدني مثل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا، وهي منظمة تعمل ضد العنصرية والتمييز. شهدت فرنسا تصعيداً في المواقف بشأن المسلمين طوال شهور الخريف، عرفت خلالها المنصات السياسية والإعلامية والثقافية مزايدات بلغ بعضها حد الهوس. في سياق هذه الحملة الكارثية، برز حضور وزير الداخلية جيرال دارمانا في صدارة صقور الإدارة الفرنسية، حتى أن صحيفة البايس الإسبانية وصفته يوم 23 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأنه رفيق ماكرون شقي. هذا وتخوض الطبقة السياسية الفرنسية الجديدة المحاطة بكبار من رجال الأعمال والمقاولين تخوض حملة ثقافية تخالطها مصالح سياسية انتخابية، لكنها تقع في أثناء ذلك في تناقضات واضحة. فالحكومة التي تتحدث عن الحرية تسعى مثلا إلى تقييد حريات أخرى وتوسيع صلاحيات أجهزة الشرطة والأمن أيضا، بما يتسبب بمخاوف واعتراضات واضحة لدى الجمهور الفرنسي. انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مشاهد للفلسطيني سعيد عرمة البالغ من العمر 51 عاما، وهو يشارك في مواجهات جيش الاحتلال الصهيوني بقريته دير جرير وسط الضفة الغربية. وأظهرت مقاطع مصورة للحاج سعيد الملقب بأبي العبد وهو يرتدي الكوفية والعقال والزي الفلسطيني التقليدي ومستخدما المقلاع في إلقاء الحجارة في أثناء مواجهة الجنود الصهاينة جنبا إلى جنب مع عشرات شبان دفاعا عن أرضهم. وشهدت قرية دير جرير الجمعة مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني بعد أن خرج أهل القرية شيبا وشبانا لحماية أراضيهم في منطقة الشرفة التي يخطط الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية فيها. وقال أبو العبد بشأن مشاركته بالمواجهات وهذه الأعمال الشعبية في قريته، قال إن الدفاع عن الأرض لا يقتصر على الشباب، فكل شرائح المجتمع مطالبة بالدفاع والمشاركة، حتى نساء قريتنا يشاركن فيها. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا ينتهي مشاهدينا الكرام صدى الأقلام لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى جولة صحفية جديدة من الرافدين في رعاية الله.